كاين ماتش باللغه العربيه ولا مباراه متناقضه، هي هذه الكلمه كتير باللغه العربيه، يمكن يكون فرقه في مقدمه الترتيب وفرقه في اسفل الترتيب في الاخر الكلاس. طنجة 8 ديال لي بوين ما بينه وما بين بجوج واحد، نحطوا الناس في الكونتكست بعدا في الصوره في لي ماتش جوج وي. طنجة 8 ديال لي بوين ما بينه وما بين رتبه البقاء اللي هي 14 اللي كاين وجدوا الحسنيه 12 نقطه كامله، يعني عندهم 20 نقطه الرتبه ديال البقاء ولا ديال الامان بينهم وبينها 12 نقطة. الوداد الجيش تعادلوا مع اسفي الفريق 5 بوان، الوداد عندها حل واحد اللي بغات تبقى مزيان دائما في الصراع واللي كلشي بايديها حيت باقي ماتش بين الوداد والجيش هو تربح اليوم، وكاريدو عنده ماتش الشامبيونز ليغ السبت مع فيتا كلوب، ما كنظنش كيفكر في كاع فيتا، كنظن انا كيفكر في ماتش طاش اليوم سبيسيالمون خاصنا انتصار مع بيترو ريحوا شويه. الوداد خاصها تربح، الوداد تطور المستوى مع كاريدو احسن من الفيرسيون ديال النفطي، وطنجة من ناحيه اخرى في لافورم الحاليه راه اخر 4 ماتشات ربحوا 3 كومان، خسروا ماتش مع الحسنيه، ربحوا مع اسفي، ربحوا الديربي مع تطوان، ربحوا قصاو الماس في لاكوب دي ترون في اخر 4 ديال لي ماتش مع بعض الاسماء اللي معتاد على مركب محمد الخامس، كنتكلموا على المدن على محسن متولي على غايه مرباح الى الطير والبقيه. هذا ماتش ديال الفراجيه كخربوش وي خويا، ماتش باراج كي سميتيه لان الفرق بجوج محتاجين ل 3 بوين، فريق اللي كيلعب باش يبقى دائما باش يبقى يصارع على المنافسه على البطوله، وفريق اللي كيصارع باش يحيد من مرتبه ديال النزول. كنظن من المقابله كي قلتي صعيبه، غادي تكون صعيبه على الفرق بجوج. كنظن الوداد بلا بيرفورمانس ديالو الاخر اللي قلتي انت مع غاريدو صراحه غير فوق مع النفطي، مع ربعات المقابلات الاخيره اللي شفناها مع ديال الطير 3 انتصارات، كنظن اليوم الفرق غادي يكون في لا كونسونطراسيون اللي كنهضر عليها دائما واللي غادي يستغل الكرات ديالو اللي غادي يجو هو اللي غيقدر ينتصر في المقابله. كنظن حتى من ناحيه انا اللي هضرت عليها حتى النقطه ما غادي تنفع لا وداد لا طنجه، كنظن وكاين واحد الضغط كبير على الفريق الطنجي لان الفريق اكثر طنجه مضغوطين اكثر وي وين كوم طنجه مضغوط عليهم ضغط كبير، حيت واحد المقابله اللي كانت دازت مع الانتصارات ديال الفرق اللي كيتلقاهم شويه قرابين بحال خليبكا بحال الحسنيه بحال الجديده بحال هذا، كنظن بان هذوك هما الفرق اللي كيقلبوا عليهم طنجه، ما كيقلبوش على انا فرق اخرى، دائما التعثر ديال الفرق كيعاون طنجه. انا بالنسبه لي انا المقابله مصيريه بالنسبه لاتحاد طنجه وبالنسبه للوداد لي دو، اش بان لك في هذا الماتش؟ واش طنجه الامور صعيبه من غير انتصار في نظرك؟ لا ماذا طنجة كانت دارت ماتش نيل بلالي في طنجة وي دونك فهذيك ليطا اللي كانت فيها ديك ليطا اللي كانت فيها دونك دابا راه ما جايين بواحد ليطا واحد اخر بشكل اخر، زعما سي حاجة واحدة اخرى. مي هضرتو على الوداد تغيرات فاش شرحنا فاش نحاول ما عمرك ناقشت انا شنو الفرق بين وداد كاريدو وداد النفطي؟ شوف الفرق كبير ما كاينش، كاين واحد الفرق شويه اللي ديما تنهضر عليه، عندك 4 فرق ديال البطوله اللي مكلاسيا بريمير دوزيام تروزيام كاتريام بالتركيبه البشريه اللي عندهم خصهم يلعبوا بحال اللي تنقول راه حموده سمعني بزاف خطره اون بريمير انتونسيون، عندهم دي جوار اللي خصو يقبط ويطلق هذيك عليك الكره وعجين الكره، الا بغيتي تسلك راسك اما الا بغيتي تطلع الفرقه نتاعك ماشي حاجه. هاد لي كات زيكيب بوغ جوي لو فوتبول اكتويل باش نمشيو لجهه الكره اللي خاص هاد الفرق يلعبوا لا في الشامبيونز ليغ لا في هاد الماتشات الصعاب اللي عندهم وديك الشيء، خصنا نلعبوا اون بريمي انتونسيون، ما يمكنش بوهر يقبطها ويعجنها، ما يمكنش سميتو ديال بركان كي سميتو الميليو تيران ديال بركان اللي شراهم من المولوديه البحيري يقبطها ويعجنها والفرقه تتتت، ما يمكنش ونجم يقبطها يخرمزها بزاف، ما يمكنش سليم مع الجيش كونترول باس دابا كتقول كونترول باس بريمير انتونسيون زعما دغيا خذ لا ديسيزيون دغيا باسكو ما عندك حتى تاخذ لا ديسيزيون دغيا افيك دي جوور اكسبيريمونتي بلوس تو افونس فيغ الشبكه بلوس يمكنك تماركي دغيا بلوس يمكنك تماركي بلوس يمكنك تكون دي فوا بلي دونجورو. الا قبتيها وعجنتيها وقلتي للفرقه الاخرى واخا الفرقه الاخرى قل منك زعما او نيفو زعما تاكتيك وديك الشيء تتعطيهم تتمتعهم تيوليو كلهم اللور كلهم تيعصبوا القضيه دونك سي تو جو اون بروميير انتونسيون دغيا بالزربه سافا بلو فيت. هادشي تبدل مع كاري لا
ولينا شفنا حاجه وحده، شفنا بوغره بحال اللي نقى شويه الكره نتاعو، ولا لاحظتي واحد دو ديرني ماتش ما بقاش يعركها بزاف، وقيلا سمعني في الراديو ووصلوا له الهضره وقالوا له راه قال لك عمر ما بقاش تدكدكها بزاف. حيت هذا بالنسبه لك انت هو بيت اسيس، دابا وهره ولا افيكاس كيما قلت له عطيك باس بيت. الا بغيتي سامبو سامبو سميتو وي سامبو لافون سونتر، الا بغيتي يماركي عطيه دي باس، عطيه دي باس ماشي تدكدكها، ماشي بحال اللي كان مالونغوتي بقاو عليه ما تيماركيش ما تيماركيش، الرحيمي تيقبطها تبغي يماركي، تيقبطها واحد اخر واحد الليلي كان عندكم مع الرجاء، واحد الليلي كان فرنسا تيلعب كان فرنسا وجا بقيت عقلك سميتو تا هو باغي ماركي مي بيان سور، واش هادي ديالك مالونغو ما يمكنلوش مي تتلعب السعداوي السعداوي واخيرا ما يمكنلكش، الا قبطتيها وحليتي راسك وبقيتي بغيتي دريبلي 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 مالونغو اش غادي يقول لك؟ ما عندوش، ومالونغو ملي كان تيمشي يقلب على الكره حتى للسانتر تيقول لك راه بزاف يخرج كي ديزوني سي با نورمال، ملي ولاو تيعطيو الكره دغيا ولا تيماركي، بغيتي سومبو ماركي يلاه واحد جوج طاق ساعتين صافي لعب زربه، لا الوداد لا الرجاء سميتو ها الهبطين تاعكم كنتي معك ها هو ولا تيطلقها شويه بزكري مثلا تكون بوزوغ تيقبطها تيعصرها عطيتها وحلبها راه تنسمع له تنهضر معاه تا هو تنقول له تنقول له طلق الكره دغيا الا بغيتو تلعبوا بالزربه ولا بغيتو خابا يماركي البيت خابا راه مايمكنوش يدير لي سوي كلاس العام كله بزاف عطيوه يماركي تا هو طعموه ولا بغيتي طعموه خصك تعطيه الكره دغيا بالزربه وي مي بالنسبه لكاريدو كاريدو ما دار والو مازال ما دار والو كاريدو كاين دو شوز كاين دو شوز تفضل خربوش تفضل وي باش نبقى انا بالنسبه لي كاين واحد لو سول فاكتور اللي يقدر يديزيكي يدير لي ديزيكي في هذا الماتش هو ليطا فيزيك وليطا فريشور ديال اللاعبين ديال الوداد باغابور طنجه عصريه وهي جالسه فهمتيني كنظن لما لصالح الوداد ولصالح طنجه وكنعرفوا حنا هلال طير زعما كيفاش كيخدم من هذه الناحيه هذه كنظن بان هذا هو لو سول سوسي اللي غادي يقدر يدير ديزيكيليبر في هذا الماتش اما او نيفو ديال زعما في او نيفو ديفيكتيف راه با فوتو الوداد احسن ولكن كي قلت لك انا في هذه المقابله اللي غيقدر يكون كاين لي جوار اكسبيرمونتي في لي دو كونتي اما اللي غادي يقدر يكون كونسونتري قلت لك انا هو اللي غادي يقدر ينتصر لان حتى النقطه انا كتبان لي ماشي من صالح اي فريق نعم في هذه النقطه تفضل هذا الماتش هادشي فيه واحد شويه واحد لير واحد الهوا ديال لا روفانش كاين شويه ديال لا روفانش كان ديال متولي اللي مشى وعاود جا دابا لطنجه جا المغرب هادي لعب ضد الوداد تنعرفوه هو المدن اوسي المدن اللي كان مع الوداد ومشى تنشوفوا بزاف ديال لي جوار الوداد اوسي التعادل الالي والهزيمه وبين وبين من غير الوداد حنا نزولوا هادي لعبوا مع الوداد بالنسبه لهم حتى هما سي دي روفانش اون روفانش خصهم يبينوا بلا مازالين كاينين في الساحه ومازالين كاينين يمكن لهم يقلبوا بعد النوبه سميتو التبصيل دونك خصهم هما يبينوا في هذا الماتش هذا راه غير ما يخرجوش يبغي بقوت لي شي بعد نوبه بقوت لي تبغي تبين شو ما داير والو فهمتيني كيفاش بوتيت سي ولاعبين هنا ياك في كازا ولا لاعبين في كازا راه كتلقى واحد 40000 اليوم ترى نامر سون بروبليم دونك كازا ما كانش كاين شامبيون ليغ ديال لوروب ولا انا باش نحكم باش نحكم على سيغاريدو ما يمكنليش سيغاريدو نحكم عليه هو بوحدو وحدين اخرين تنقول لا تنتفرج بهم 15 ماتش عشان تنتفرج في 15 ماتش خصني تنتفرج وي غير انا كاريدو من الاول مني بدا في المغرب ما عمر ما قنعني نقول لكم فرنسا غير هما من بعض الامور هذا عنده واحد الامور سلبيه من الامور الايجابيه انا حضرت لها في دي ديبلاسمون مع الرجاء في كوب دو لاكاف اللي كانت انت معاهم كاريدو في جوج امور ايجابيه اول حاجه باسيوني بزاف الباسيون ديالو كتوصل للعاب يعني باسيوني كيبغي الكره وكيوقف على لي ديتاي ما يخليكش ترخى والثاني حاجه كيعطي لا مان شويه للعاب يعني كيخلي واحد الهامش الحريه للعابه في التيران اللعابه كيرتاحوا معاه كيلعبوا اليز معاه هادي دو شوز طاحتهم اللي كان في الراجه في لي ديبلاسمون الله يعطيك السر كاريدو دابا ديال سميتو غير في المغرب ما عمره ما دار شي مره اخرى ما دار شيء في لاليغا كان في ريال سالا كاتريان في لاليغا خلاص بقاو تخربقوا لي دابا مشى لبيا لا ريال سالا كاتريان في لاليغا بارك عليا ما تخربقوا عليا الساعه الاخرى هذه اسمعني راه دار سميتو هنا دار سميتو غير هنا ولكن عزتي راه لعب الشامبيونز ليغ مع فيا ريال علاش ما عيطوش بلا ريال عاود دابا علاش ما بيطاش علاش ما عيطاتلوش اوساسونا علاش ما عيطاتلوش بيتيس علاش ما عيطاتلوش كاديكس علاش هادي هو شحال هو قال تيتشمش مع راسو راه قبلوا عليه تيقبلوا عليه غير في المغرب ما عاد شافوه ما عطاش شي اضافه في شي موضع سامحوا لي
اما بان لي جاي انا دابا انت كتقول مي الباتو تيقول لك مدرب درب الشامبيونز ليغ ديال اوروبا جا كاتريان فلا ليغا مع فيا ريال دا كوب دو لا كاف مع الاهلي ودا مع الرجاء كوب دو لا كاف كتواجد هذيك غادي نكتفيو فقط بهذا القدر لانهم خرجوا على المباراه ديال طنجه ودازوا للسيجي ديال غاريدو. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.